جد لكل السادة المستمعين والمستمعات، 11:19 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نمشيو مع نعيمة نشوف حديث التوانسة على مختلف المنصات في حديث الساعة. نعيمة صباح النور، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير. مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية، إن شاء الله عيدكم مبروك عليكم وعلى الأمة الإسلامية. حديث التوانسة اليوم ومدة من قبل نهار من العيد لليوم أكيد على الوفيات، الله يرحمهم، لحاجيجنا التوانسة في البقاع المقدسة، وكذلك تسجيل عدد من المفقودين وبرش إعلانات ضياع قاعدة نراو فيها على صفحات الفيسبوك. باش نحكي وزادة في على حج 2024، من يتحمل المسؤولية اللي قاعد صاير توا؟ الحاج وإلا وكالة الأسفار اللي كانت يعني هي سبب أنهم يمشيوا للحج. باش نتحدث وزادة على خبر كان للمرصد الوطني للفلاحة اللي قال فيه أنه نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 31.5%، ارتفعت شوية النسبة ومن بعد عودت تحت شوية. باش نقولوا وش نشوفوا بالأحرى شنو هو التبعات متاع الماء هذية وشنو بش يصير فينا في الصيف. هذا هو كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. قبل كل شيء ديما نقول الله يرحم المتوفين في مكة المكرمة. العدد وأثار استياء برشا معناها للموضوع هذا، هو مش أول عام يموتوا حاجيج، لكن اللي أثار الاستياء هو وقت اللي خرج تصريح وقالوا فيه أنه الوفيات هما لحجاج غير نظاميين. هذا أثار استياء العديد من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي قالوا في نهاية الأمر هما توانسة وما يلزمناش نفرقوا في المصابة ذي هما توانسة. رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين حمادي سوسي كان صرح منذ قليل للأخبار الإذاعة الوطنية، قال إنهم انطلقوا في البحث عن المفقودين وتعداد عدد الوفيات، وقال زادة إنه العملية صعيبة برشا نظرا للعدد الكبير من الحجاج يعني من مختلف بلدان العالم، لكن انطلقوا ويلزمهم شوية وقت باش ينجموا يعطيوا الأرقام الرسمية لعدد الوفيات ويقولوا قديش من المفقود. اللي أثار استياء المواطنين خاصة اللي عندهم شكون مشى للحج هو العدد الكبير للمفقودين. ما نجموش نحصروه، كل مرة قاعدين نشوفه في رقم معين، أما اللي شفناه شهاب ونجم يفوت 45 مفقود، فيهم اللي لقاوه في السبيطارات، فيهم اللي لقاوه متوفي الله يرحمه. وحاجة أخرى أثارت برشا استياء المواطنين أنهم كي يمشيوا للصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية قالوا ما لقيناش المعلومة ولشكون باش نمشيوا. كنا نحن زادة وسيلة الوسائل الإعلام احنا ولا غيرنا، كنا احنا بيدنا مصدر للمعلومة، لكن احنا بيدنا ما نجمناش نتحصلوا على المعلومة من مصدرها الرسمي، بخلاف تصريح سي حمادي السوسي اللي قال رانا انطلقنا معناه. هو في الحقيقة مرة أخرى نلقاو في الحكومة نلقاو ضعف ونقص كبير في التواصل وفي الإعلام. هذايا قاعد يتضخم من مره الى اخرى، من وزاره الى اخرى، يشمل الناس الكل. ايضا كان قبل مع الوفد الحجيج يمشي وفد اعلامي رسمي ويتولى تقديم كل المعلومات سنة، حتى الاعلام والملحقين الاعلاميين سواء اللي تابعين وزاره الشؤون الدينيه او غيرهم ما لقيناهمش، وحتى صفحه وزاره الشؤون الدينيه ما فيها الا صور توري نشاط الوزير ولقاءاته بعدد من الحجاج الرسميين، ما فيها حتى معلومة أخرى. أيضا حتى على المستوى العربي وحتى على المستوى السعودية ما لقيناش أرقام حول الوفيات والناس هذوما من كل الجنسيات. هو عنا اتصال هاتفي حتى ما يبقاش يستنى برشنا ضيفنا الكريم، ثم باش نعود ونرجع على حق المواطن في المعلومة اليوم، لأنه اللي توفاه الله حب ربي، يعني توفى والموت حق، ولكن الحيين عندهم الحق في الوصول إلى المعلومة سواء من أهالي المتوفين وإلا من عموم التوانسة. هذا موضوع باش نفتحوا النقاش فيه فيما
بعد، ولكن الأولوية دائما لضيوفنا. نعيمة، ضيفنا سي بدر الدين القمودي نائب بمجلس نواب الشعب، حابين ناخذ منه موقفه كنائب شعب في اللي صاير توا. هو بدوره زاد كان بارتاج على صفحته زاد عدد المفقودين، وهو كيف وكيما برشا توانسه متقلقين على التوانسه اللي التوا ما لقيناهم. سي بدر الدين صباح النور. صباح الخير، تحياتي لكم الساده الموجودين في البلاتو ولجمهور المستمعين، وعيدكم مبروك. مستمعين ومشاهدين هما يشوفوا. بارك الله فيك. موقفكم سي بدر الدين؟ موقفنا قبل ما يكون موقفي كنائب شعب، موقفي كمواطن تونسي، من حقي اني اولا نتحصل على المعلومه اللي كنت اتحدث تو اللي هي غايبه تماما. اليوم بعد اربع ايام من الحديث على صفحات التواصل الاجتماعي عن فقدان عشرات من التونسيين والتونسيات اللي مشاو يؤدوا في مناسك الحج، وبعضهم توفاه الأجل والبعض الآخر مفقود، غياب تام لسلطة الإشراف وسياسة وزارة الشؤون الدينية. أنا باطلاعي البارحة على صفحة رسمية لهذه الوزارة يؤكدون على أن جميع الحجيج في صحة جيدة، وكأني بهم يتحدثون عن الذين ذهبوا في البعثة الرسمية فقط دون اعتبار البقية، وباعتبارهم مواطنين تونسيين من حقهم علينا أنهم يلقوا الرعاية الدنيا من البعثة الرسمية ومن حتى الجهات القنصلية. عن قنصلية غادي وعن ملحق اجتماعي يفترض أن يتابعوا أول بأول حالة التونسيين والتونسيات الموجودين في البقاع المقدسة. صحيح البعض منهم مشى تأشيرة متاع عمره، ولكن في النهاية هم متواجدين غادي كمواطنين تونسة. أولا نحاولوا نقدموا لهم الحد الأدنى من الرعاية، الحد الأدنى المتابعة وطمأنة أهليهم عن الوضع الصحي، فيما بعد نجموا نحاسبوا الأطراف اللي كانت ضالعة في ذهابهم بصورة غير شرعية، رغم أن ويكانات الأصفار نعرفوها منذ سنوات تشتغل بتأشيرة بتاع عمره، وهما في الحقيقة معروفة هي تأشيرة للحج بصورة غير رسمية. سي بدر الدين بعد إذنك نحب وزارة الشؤون الدينية على سلك الدبلوماسية أساسا القنصلية والملحق الاجتماعي هناك كان مفروض أنه يتابع معنا. احنا البارح نتابع في اخبار التونسيين الضايعين في في في, في البقاع المقدسه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بعض من بعض الجنسيات الاخرى يقولوا لقينا تونسي وهاي هويته وهاي صورته تجب تتصلوا بنا على الرقم الفلاني. كان مفروض العمل هذا تقوم به اما البعثه نتاع الشؤون الدينيه او القنصليه والملحق الاجتماعي هناك، فريق كامل كان مفروض يكون متواجد على المكان ويقدم الحد الأدنى من معلومات لأهالي هؤلاء. هو الحقيقة للتوضيح فقط قبل ما نطرح عليك السؤال، سي بدر الدين راهو الوحيد اللي أدلى بتصريحه رئيس البعثة الصحية، مشكور جدا. بعد أربع أيام اليوم أدلى بتصريح، وفما شكون معنيين أكثر منه بالموضوع، والتو ما هوش ناوي باش يدلي بأي تصريح. ولكن أنا حبيت نسألك سي بدر الدين بعد إذنك، أنا شهاب الحجداوي معك، حبيت أن مرحبا بك سي شهاب. ربي يبارك لك سي بدر الدين. أنتم نوابنا، انتم نوابنا، انتم تنوبونا، واحنا انتخبناكم اليوم باش تكونوا في المجلس باش تمثلونا في افراحنا وفي اطراحنا. اللي اليوم هذا المصاب الجلال الموت حق بطبيعه الحال، ولكن الغياب المعلومه انتظرنا من النواب وانهم هم اللي يتحركوا، هم يسعوا الى الوصول الى المعلومه بحكم صلاحياتهم انهم يسالوا الضالعين في هذا المشكل. قمتوا بخطوات في هذا الاتجاه؟ اذا كان قمتوا بها وفما صد تقولوا لنا. اولا نحن باغتت الاحداث في عطله العيد، واحده في عطله، ومع ذلك انا نائب وانا متمثل دوري، عملت اللي نقدر عليه كمواطن وكنائب، حاولت نتقصى المعطيات ونشرت على صفحتي وفيها اكثر من تساؤل حول دور المؤسسات الرسميه وحول دور وكالات الاصفار ومدى مسؤوليتها. في بالي هذا الحد الادنى الممكن في عطله. هو الحقيقه سنعود الى المجلس وسنقوم بكل بدايه من الغد طبعا. بالضبط هذا. وشنو المنتظر؟ شنو المنتظر باش يصير؟ شنو المنتظر باش يصير في المجلس؟ والله منتظر مساءله كل الاطراف المعنيه سواء وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الدينية، ولابد من متابعة هذا الأمر، لن يمر هكذا بصفة عاجلة بطبيعة الحال. طبعا بصفة عاجلة، الأمر مستعجل، ولكن في عطلة شنو ممكن نعمله؟ أكثر من أن تحركنا بالحد الأدنى الممكن والمتاح وهو صفحاتنا، وأنا نظن قمت بالدورة ذا وعاودت نشرت
القائمه اللي يفترض تكون نتاع مفقودين مع التحفظ على المصدر لانه متداوله القائمه، يعني مانيش جهه رسميه انا في النهايه، المفروض هذا نستقوها من الجهات الرسميه. صحيح. اللي كانت غايبه تماما. صحيح. حاولت نشر صور لبعض المفقودين وهذا الحد الادنى الممكن. أيوة. لما نسأل وعدور نائب في حدود الطاقة وفي حدود الممكن وما هو متاح ليه. لو كنا في يوم عمل عادي في المجلس كنا نتصل بالجهات الرسمية على الفور ونتابع الامر كما يجب. اي راهو انا سالتك يا سي بدر الدين، انا سالتك علاش، لانه اي انا سالتك يا سي بدر الدين بعد اذنك. نعم. طبعا ونعول دائما على سعه صدرك وعلى على هو راهو المواطن اللي يسمع فينا يقول لك اليوم اذا كان النواب يحكيوا كيف من هكا ويستقيوا المعلومات من الفيسبوك أمام هذا التعتيم وهذا الصد بطبيعة الحال، فما بالك بالمواطن البسيط. فهو يعلق أمل كبير على هذا المجلس النيابي اللي هو فوضه في التفاوض بشأن الإشكاليات المتعلقة به في كل الحالات. علاش أنا سألتك؟ لأنه اللي يسمع فينا تو باش يطرح نفس السؤال، متأكد أنا نقول لك في نفس الأسئلة متاع المواطنين، يقول لك النواب اليوم يلزمهم يتحركوا إذا كان سلطة الإشراف والسلطات الرسمية رافضة أن تعطي معلومة، هي عنا المجلس يتكلم باسمنا ولا أنا غلط؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن سؤال مشروع من حق كل مواطن أن يسأله، ولكن إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع في حدود صلاحياتنا. شو ممكن لنا؟ إحنا ماناش وظيفة تنفيذية. صحيح. في أجهزة في علاقة بالوظيفة التنفيذية إحنا شنو دورنا معه؟ نجم نسأله بأسئلة شفهية ونجم نسأله بأسئلة كتابية أو نتصل بها اتصال مباشر أمس يوم عيد. بداية من اليوم تصير اتصالات مع الجهات الرسمية لاستقاء المعلومة وحثها القيام بدورها وتبلغونا ووصول إلى المساءلة وتبلغونا وبتبلغونا بمخرجات هذه الاتصالات. طبعا كل ما نقوم به من أعمال رقابية ننشرها على الصفحة الرسمية للمجلس وعلى صفحاتنا وفي تواصل دائم مع وسائل الإعلام. هذا 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 تشكروا عليه بطبيعة الحال، عكس الحقيقة. شوف يا سي بدر الدين، احنا لا نجامل ولا نعادي بطبيعة الحال، وهذه وهذه استعيرها بطبيعة الحال. راهو لهنا ما فما حتى واحد عامل مزية على مرفق وطني إعلامي أنه يعطي معلومة تخص عموم للناس، خاصة من سلطة الإشراف من السلطات الرسمية. إذا اليوم المعلومة مش واصلة للناس في هذا الظرف الأليم للأسف الشديد، وقتاش باش توصل؟ فإحنا دائما نعول دائما على المجلس النيابي في أنه يوصل لنا المعلومة وفقا للآليات ولصلاحياته بطبيعة الحال اللي مش متوفرة للمواطن العادي. علاش أنا سألتك شنو اللي باش يصير في المجلس؟ قلت لي راهو باش تصير مساءلات عاجله وان شاء الله نشوفوا مخرجاتها قريبا جدا جدا جدا، لانه الامر لا يحتمل الانتظار. ولا هك ولا هو صحيح يا شهاب، سامحني سي بدر الدين نكمل الفكره ونرجع لك بملاحظه. هو صحيح راهو ماهيش مهمه مجلس النواب ولا الوظيفه التشريعيه الاولى، باعتبار انه كما قال سي بدر الدين في الايام الاولى في ايام عطله والمسؤولين زاد في خارج البلاد ما نعرفش تكون الهواتف نتاعهم على ذمه النواب وغيرهم المسؤولين، لكن اللوم الكبير هو لوزاره الشؤون الخارجيه باقسامها القنصليه وخاصه في العربية السعودية وحتى في الوزارة اللي هنا كانت تتابع أحوال التونسيين، حتى مش كان موسم حج في أي بلاد كانت يتعرض التونسي إلى أزمة أو إلى أي إشكال يلزم يلقى بلاده في جرته ومعاه الدافع عليه وتلقى له حل. هذا شفناه قبل الحق، ما كانتش تونس توخر، شفناه في كورونا الناس عالقة في عديد البلدان وروحوا بيهم، في الحرب الروسية الأوكرانية، في حتى في فلسطين معناها في المرة الأخرانية في بعد طوفان الأقصى ثم أو تواجد متاع الدولة التونسية. لكن اليوم ليامات هذه ما ثماش وما ثماش تصريحات، والتقصير الإعلامي حتى منا نحن، حتى قبل كان يمشي وفود إعلامية للحج وينقلوا بالصورة وبالكلمة وبالصوت كل التفاصيل اللي تحدث غادي. الوفيات كما قال شهاب تقع في كل موسم حج، كانت تقع وتو سناخ في ظرف خاص خاطر ثم حرارة كبيرة، نعرف في الحرم المكي وصلت 51.8 تقريبا 52 درجة، والبارح حتى في رمي الجمرات وقفوا معناها صار حظر ما بين 11 متاع الصباح حتى الوقت العصر. لكن هذا اللي نلوم عليه هو الغياب الأطراف الرسمية من الوظيفة التنفيذية. كلامك صحيح، ثم أزمة متاع تواصل
كان مفروض في الحد الأدنى أنه على الأقل يقدم المعطيات المتوفرة. للأسف اللي باقتنا به تحدثوا على الحجيز في الوفد الرسمي وكان الباقي ما همش توانسة. أنا ما تحدثش عليهم بصفتهم الدينية بشو يأدوا في مناسك الحج، هذا مواطنين توانسة بقطع النظر عن ظروف وملابسات تواجدهم هناك، هم رعاية دولة تونسية وحقهم علينا أنه يلقوا الحد الأدنى من المتابعة. مع العلم أنه في مواسم سابقة هذا عمل روتيني للبعثة الدبلوماسية هناك أن يتابعوا وضعية التونسيين بقطع النظر عن طبيعة التأشيرة، هل أنا مجاو في طار حج أم جاو في طار عمرة وبقاو غادي. السنة ثم أكثر من نقطة استفهام، بالعكس شفنا التصاور بصورة مكثفة لنشاط الوفد الرسمي، والبيان اللي صادر أمس شفته على الصفحة الكل يبعث على الانشراح، فثم حتى مشكل جميع التونسيين والتونسيات بخير، والحال احنا قاعدين نحصف المفقودين. في علاقة بمجلس النواب احنا عودناك بان نطرح اسئلتنا وتبث مباشرة القناة التلفزية تبث مباشرة، وان كانت اسئلة كتابية كذلك تنشر في الصفحة الرسمية وعلى صفحات النواب. نأكد لكم بداية من الغد ستكون هناك متابعة، وهذا هو الممكن للأسف، ما كانش ممكن أيام العيد مع نشر الوسائل للتواصل سواء مع البعثة أو حتى مع الإدارة اللي في عطلة، عملنا نقدر عليه ووظفنا صفحاتنا الخاصة الافتراضية في إطار متابعتنا، وهذا الحد الأدنى من واجبنا تجاه مواطنينا في تونس. شكرا جزيلا، بارك الله فيك نائب مجلس نواب الشعب سي بدر الدين الجمودي، ويعطيك الصحة، وفي انتظار ما مخرجات هذه الجلسات نتاع المساءله اللي باش تقوموا بها مع المسؤولين على اللي صار. نرجع شوي للنقاش نجم الدين قبل ما نمشيو للمكالمه، في انتظار المكالمه الثانيه نعيم. ولكن احنا نعاود ناكدوا انه راهو الاشكال حتى نوضحوا الصوره للناس، راهو الموت حق، والموت في اثناء الحج راهو يصير كل عام ويصير على العديد من الجنسيات اليوم. صحيح. جنسيات اخرى. المشكل وين؟ المشكل اني انا نحب نعرف المعلومه، توصل لي المعلومه كمواطن عادي، وايضا خاصه بالدرجه الاولى اهالي المتوفين. مش معقول انه الانسان اليوم عنده واحد في العائله متوفي ولا يملك اي معلومه، ويزيد الغبن يعني يدخل حتى للصفحه الرسميه نتاع وزاره الشؤون الدينيه ما يلقى فيها حتى حاجة، وكأنه اللي توفى ما هوش تونسي. هذا راهو ما يصيرش، سواء تعلق الأمر بوزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الدينية وكل سلطة الإشراف المعنية بالموضوع. من المهم جدا وأن يتوصل المعلومة للناس، هذا المطلوب اللي طالبينه اليوم، أنه وضوح الرؤية، المكاشفة، الحوار راهو مهم، وأنه نتحاوروا، أنه نحكيوا، وأنه نقولوا شنو اللي صار، شنو العدد المتوفين، عدد المفقودين، وين وصلنا، المساعي المبذولة، وين وصلنا بالضبط في البحث عن المفقودين، نوضحوا الإشكاليات. راهو زاد بعض تقصير من الحجاج، فما شكون اللي يستعمل البراسلية ولا البادجي نحية ما عادش ينجموا يلقاوه في الحج. هذه الكل أنا مش أنا باش نقدمها، المعنيين بالأمر باش يقدموها، سلطة الإشراف اللي باش تقدمها، والمواطن عنده الحق في أنه توصل له المعلومة هذه. أما ما اللي توفاهم الله، ما توفى الله يرحمه وينعمه في الجنة إن شاء الله ويصبر أهله، أما أهله ما يزيهمش أنه توفى لهم. شكون؟ ألم الفقدين. أي ألم الفقد كبير، ويزيد حتى المعلومة ما توصلوش، هذا هو اللي نحكيه فيه. وأيضا باش نرجع لك للنقطة اللي تطرقت فيها، يشير لي سامي العرفاوي أنه المكالمة جاهزة، يستنانا شوي ضيفنا الكريم حتى ممكن تهمه التدخل هذا. يهمه جدا. قبل كانت موفدين من المؤسسات الإعلامية يمشيوا في موسم الحج، المرافقين الإعلاميين، علاش؟ باش توصل المعلومة. اليوم مثلا نحكي على الإذاعة التونسية، كان يقع تعيين شكون يمشي مرافق في اليوم، ما عادش يعني احنا نستقيوا المعلومات من صحفي، زميل صحفي مشى يؤدي مناسك الحج على حسابه الخاص، مشكور جدا. فما ما تنجمش تتعامل بهذه الطريقة، يعني من الأول الاستراتيجية غلط، يعني التمشي غلط. حج هذا العام اتصاليا نحكي، نحكي اتصاليا، حج هذا العام استثنائي جدا. أول شيء من ناحية الحرارة الكبيرة اللي تمت في البقاع المقدسة، والحاجة الثانية هي الإجراءات المشددة اللي قامت بها السلطات السعودية لتنظيم موسم الحج، وشدة خاصة بالنسبة اللي ما عندهمش تأشيرات للحج، وهذا قالت عليه من قبل ما يبدأ الأيام الأخيرة متاع الحج قبل الصعود إلى عرفة. ثم الناس هذوما اللي مشاو في السياحة ويتخباو
طيلة الأيام اللي تفصل ما بين آخر رمضان والفترة هذه متاع الحج، اللي هي من سنوات كانت موجودة وشركة فيها وكالات الأصفار، واللي تستغل في شوق الحجاج للبقاع المقدسة للقيام بمناسك الحج، وما طلعوش في القرعة. القرعة محددة في كل البلدان الإسلامية بواحد في المئة من السكان، والوفيات سنة صارت برشا، حتى في المملكة السعودية ما خرجوش لحد الآن الأرقام الرسمية للوفيات في كل الدول العربية والإسلامية، وهذا إشكال آخر اللي خلى الناس الكل في أزمة. أنت تحدثت على وكالات الأسفار، نجموا على مواقع التواصل الاجتماعي برشا وجهوا الاتهام لوكالات الأسفار، قالوا اللي هما ما تحملوش مسؤوليتهم، وأنه الوعود اللي وعدوا بها الحجاج اللي مشاو كما قلنا بتأشيرة سياحية ما لقاوهاش، فهم قالوا اللي سكنوه بعيد برشا وبطبيعة الحال ما مش مشيوا على ساقيهم، على خاطر مش يتم استعمال وسائل النقل المتوفرة، ما يخليهمش خاطر ما عندهمش الباج اللي مش يطلعوا به يعني، والخيام ما يدخلوش والمسافة طويلة، الخيام ما يدخلوش في حرارة كبيرة برشا متاع 52 درجة. كان يقول لك في الظل 51 درجة، ما بالك في الشمس انت الحرارة قديش، وهما في آخر الأمر نساوا حجاجنا كبار على خاطر يقعدوا برشا باش نلموا الفلوس. معنا نحن سي سامي سعيدين، نائب رئيس جامعة وكالات الأصفار. صباح النور سي سامي، وسمحنا عطلناك شوية معنا. ألو سي سامي. عام وانتم حيين بخير. الله يخليك، سنين دائما كل عام وانت بخير. سي سامي كنت تسمع فينا وقلنا انه ثم شكون اللي وجه الاتهام لوكالات الأصفار وقالوا انه هما السبب في نوعا ما اللي صار الحجيجنا السنة. هو سي سامي قبل ما تتدخل معنا، ان شاء الله كل عام تحي بخير، ونحب نشكرك شكر خاص لانه انت طرف من الاطراف المعنية بالموضوع وتدخلت معنا وباش تعطينا موقفك، سواء اقنعت الناس ما اقنعتش الناس، ولكن انك تخرج في منبر اعلامي وطني وتوضح للناس هذا مهم جدا. المش معقول انه يقع التكتم على الموضوع من الاطراف المعنية، عدد من الاطراف الاخرى اللي رافضة تعطينا التصريح ولا تهبط بلاغ ولا خبر يعني يتعلق بالموضوع. مشكور جدا سي سامي، مرحبا بك وتفضل. مرحبا بك، وهذه أقل واجب ممكن نقوم به. حاجة واحدة حبيت نصلح لكون المتداول لكون وكالات الأصفار المتسبب للكارثة اللي قاعدة تصير، هذه نحب نصلح الموضوع، راه لا دخل لوكالات الأصفار في الحكاية هذه، والحج هو قطاع من مشمولات الدولة التونسية، وهو الحج النظامي يخرج بالقائمة وهي اسمها البعثة الوطنية. اللي صار بالنسبة العام ناول وزيد تأزم السنة لكون المملكة العربية السعودية وفرت نوعية من التأشيرات، وهي التأشيرة الزيارة الشخصية والزيارة وزيارة السياحة، لهذا شجع بعض الدخلاء أو السماطرة وبعض زاد نحب نأكد دي شركات الخدمات اللي هما ذوما لسوسيتي دو سيرفيس اللي عندهم اسم كأنه وكالة أصفار. كي تسمع عندك الاسم نتاعو حتى في البانو نتاعو اللي محطوط قدام المكتب اللي عنده، اذا كان عنده مكتب تلقاه يشير كانه وكاله اصفار. هذا الشيء الاولاني. دخلاء يعني حاجة. نعم دخلاء، يعني دخلاء طبعا، وسماسره اللي هم استغلوا الوضعيه اللي موجوده في البلاد، استغلوا الوضعيه نتاع غلاء الحج، وهو معناها ماهوش مشكله نتاع الدوله لكن غلاء المنتوج داخل المملكه العربيه السعوديه. كي الشيء هذا استغلوه الناس هذوما. سي سامي معناها كان فهمتك انا، سمحني كان فهمتك انا، معناها ما ثم حتى وكاله اصفار منظمه ومرخص لها متورطه في الحكايه هذه، باعتبار حتى مش الغلاء هو خاطر اللي يمشيوا مع يمشيوا في عمره رمضان ولا اواخر رمضان يدفعوا اكثر من الحج اللي هو 20,000 دينار، باعتبار السفر والاقامه وطيله اكثر من شهر معناها يكون اكثر. معناها انت تحب تقول لنا ما ثم حتى وكاله السفر بالنسبه لعمره رمضان عمرها ما توصل 20,000 دينار الا اللي فيه. لا الحج 20,000 دينار، الحج الرسمي، الحج اليوم تاع البعثه الوطنيه تاع البعثه هي تقريبا 20,000 دينار، نظرا عندي غلاء المملكه العربيه السعوديه، مش الدوله التونسيه غلاء. ما حكيناش نعرفوها هذه سي سامي، انا نحكي لك للناس اللي يسافروا هذه بالعمره وبالتاشيرات الاخرى يتكلف لهم اكثر من الحج الرسمي رغم غلاه، اللي احنا نقولوا غالي للحج الرسمي. خلينا نمشيو بشويه. بالنسبه قبل كانوا يمشيو للعمره ويتاخروا، فهمني؟ السنه ما فماش تاخر نتاع اللي مشى للعمره مشى للعمره، لكن فما توفير نوعيه نتاع تاشيرات جديده اللي هي اسمها الزياره الشخصيه، والزياره الشخصيه هذه تمكن المواطن او الانسان المسافر باش يسافر المملكه العربيه السعوديه بالعديد من السفرات، صلوحيه التاشيره سنه مع مده الاقامه 90 يوما، فهمني؟ هذه استغلوها بعض الدخلاء والسماسره
وعلى اساس كونه انا تو نوفر لك انا زياره شخصيه عنده شكون غادي كمامك يدفع بعض الرسوم ويجي لهنا يقد عن طريق مركز تاشير اللي موجود في تونس فهمني ويدفع فما الرسوم الاخرين تتدفع تتكلم في ما يقارب 1000 دينار نقول واحنا معدلا فهمني سي سامي انا نعطيك متاكد منه ثم وكالات اصفار دفعت ومشاو الناس في العمره ما روحوش وقعدوا غادوا بنية البقاء للحج وهذا مؤكد وثابت وكالة أصفار وكالة أصفار لا وكالة أصفار مشاو في العمرة في عمرة مشاو في عمرة ما بعد رمضان تحكي أي مشاو في عمرة بعد رمضان وبقاوا للحج ومستهدفينها معناها مترصدين اللي هم باش يبقاوا للحج ويتباعوا وهذه مش سنة بركة وعندها سنين هذه معمول بها التخلف هذايا قلتلك التخلف وكان يقبل ديما وأنا عندي أكثر من 30 سنة نغطي في هذا وكان ديما حتى للواحد متاع الحج متاع العمرة كي يرجع ما بعد الواحد يتسكر على تونس في برشا سنوات كلام سليم جدا ولكن حبيت نوضحه لك راهو الناس اللي سافروا ما بعد رمضان وحتى في التصوير اللي كونوا ماشيين للعمرة ما هو مش تأشيرة عمر راهو تأشيرات مخالفة للعمرة على خاطر التأشيرات بتاع العمرة كلها منظمة وعليها رقابة كبيرة ممكن على العربية السعودية لكن التأشيرة السياحية والتأشيرة الزيارة الشخصية هذه تولي أمور شخصية معناها متاع الإنسان متاع المواطن هذايا لكونه استغلوه قلت لك بعض الوكالات اللي يسمهم وكالات هما مش وكالات راهو سوسيتي دو سيرفيس وفما سماسرة والتذاكر اللي شراوهم انديفيديوال يعني أنت اعتبار مواطن دخل وكالة أصفار باش يشري تذكر وكالة أصفار من حقه باش يشري باش يبيع له تذكر ولكن ما النظمة هذا هما الدخلين نحكي لك عليهم اليوم سافروا اليوم عندهم الحق يقعدوا حتى ال 15 ديال القعدة وبعد هما يحرقوا يتسميوا ويقعدوا أكثر لكن غير مؤطرين وذوما اللي عملوا الحج الموازي والمملكة العربية السعودية نبهت وقالت راهو الزيارة ولا الزيارة الشخصية راهو لا ما تمكنكش من الحج وعطاو معناها تنبيهات وحتى قالوا راهو فما عقوبات مالية توصل 50,000 ريال لشخص وفما الترحيل والحرمان لدخول المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات بدات المملكه العربيه السعوديه ثم ناس سي سامي ثم ناس اللي مشاو هذوما في العمره ولا باي تسميهم خرجوهم من البقاع المقدسه معناها وين الحج وحطوهم في جده ويستعدوا للترحيل نتاعهم الى تونس خلال الايام القريبه القادمه ممكن خطايا باش تعمل عليهم 10,000 ريال خاطر 50 للناس اللي ساعدوهم على العوده على العوده الى باش يكملوا مناسك الحج بعد ما وصلوا غاديك هذاك هي ال 50,000 ريال اللي هي اطراف عاده سعوديه او مقيمه في السعوديه اللي تعرف معناها الحكايات هذوما وعندهم علاقات مع سواء شو اسمه اي وصل نسمع فيك خليني نقول لك انا شنو اللي صار لو كي صار المنع هذا وصار معناها وكانت حازمه المملكه العربيه السعوديه وجاوا دخلوا منطقه العزيزيه في اماكن اللي هي يتخفاوا فيها الناس هذوما وخرجوا الناس ورحلوهم وهزوهم الجده علاش هزوهم الجده وما رحلوهمش على خاطر التاشيره نتاعو مازال فالابل مش من حقه باش يرحلوا يهبطوهم في جده ويسيبوه جات بعد الدخلاء هذوما اللي منظمين الشيء هذايا عن طريق بعض الاخرين من السعوديه وكل شيء عاودوا يرجعوهم لجده بفلوس باهظه ب 1500 وب 2000 ريال الواحد صحيح معناتها اعتبارها تحريق باش يرجعوهم لمكه وفي الحكايه هذه صار تفرتوا يعني فهمني مع شكل معناها كتله كامله مع بعضها ولا ولكن باقي ناكد لو مش وكالات اسفار هذا حبيت لي نساله لك شونتر تاشيره هذايا انت تنجموا تغطيوا معناها البرنامج تشوفوا قداش من تاشيره تخرج معلومات اللي عندي سنه معناها في شهر ماي اكثر من 70,000 تاشيره خرجت راهو من تونس يعني حاجه من وراء العقل راهو هذيك التاشيرات المجامله سيسمي ما عادش اللي كان يعطيها قبل الحج موجوده ولكن العدد نتاعها قليل جدا وهذيك راهي تتسمى منظم على خاطر المملكه العربيه السعوديه فارضه لكونك تتعدى على نسك ونسك يعني يوفر لك معناها الباكيج كامل يعني الدخوليه والسكن والتنقل معناها الى المناسك يعني كمينا وعرفات كل شيء فهمني لكن العدد نتاعها ما يجي شيء بالنسبه للتاشيرات هذوما المتوفرين توا والاشكاليه راهو لازم زاد ما يلزمناش ننساو راهو حتى من المواطن عنده دخل في الموضوع هذايا على خاطر المواطن اللي مشى وقصد ربي ومشى للوسيط هذايا ولا للسمسار هذايا كونه معناها وفر له سعر اقل خاطر راهو فما ناس معلومات اللي ب 10 ملايين فما اللي ب 12 فما ب 13 وكونه يقول له كان باش تقعد برشا يعني لو كان باش يمشيوا معناها من تقريب من اخر ماي وانت ماشي حتى لاخر جوان وساعات فما في اول جويليه باش يروحوا يقول لك كان المده طويله
واكثر من لازم وزيدها السوم اقل من السوم نتاع الدوله. وهذايا النتيجه شنو اللي كونه باقي احنا في نظام القرعه وباقي نهزوا في الحجاج نتاعنا الكبار. وهذايا اللي ندعيوا عليه منذ سنوات لتحرير الحج او قسط من الحج برقابه من الدوله حتى تكون مهيكله ومراقبه وكل شيء عن طريق وكالات الاسفار باش يكون معناها عين الدوله موجوده وتعرف شكون مشى وشكون خرج وشكون اللي واضح. حبيت نسالك يا سي سامي خلينا نتفاعلوا معك لانه الوقت يزرب الحقيقه. سي سامي عندك شيء تفسير في علاقة باللي تحكي فيه وأنه غالبية المتوفين من حجاجنا الميامين من جهة في 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 تونس اللي هي بن قردان، وأيضا بعض المصادر تقول أكثر من 80% من حجاج بن قردان مفقودين إلى الآن. علاش غالبية المفقودين والمتوفين من جهة بن قردان؟ عندك شيء تفسير؟ أول حاجة خاطر المعلومة اللي عندنا لكونه العدد كبير برشا اللي خرج من جنوب تونس، العدد كبير برشا والدوخلاء والسماسة الموجودين في الجنوب التونسي برشا العدد كبير فهمني، وقلة النظام والواحد ومكثرهم معناها ناس مسنين. هذا شنو اللي صار؟ واللي صارت الحملة نتاع اللي عملتها المملكة العربية السعودية وشدوا الناس وخرجوهم هزوهم لجدة وكل كانت في منطقة معينة اللي كانوا هما متسكنين فيها بمحض الصدفة يعني فهمت، وخرجوا هزوهم لجدة. لكن ما ننساوش اللي طور القنصلية العامة قاعدة تقوم بدور كبير برش. عندك حاجة أخرى، المقيمين نتاعنا توانسة اللي موجودين قاعدين يعاونوا قاعدين يهبطوا في الثور وأسماء ويبعثوا فيهم شكون يتعرف على هذا ويقولوا راهو فلان توفى راهو فلان مفقود أو فلان موجود في المكان الفلاني قاعدين يمدوا في القنصلية بالمعلومات فهمني. لكن احنا مش هذايا القصد، هذايا توا صار. شنو الدولة شنو باش تعمل في الشيء هذايا؟ انت الناس هذوما كي تدخل انت صفحات التواصل الاجتماعي، في ناس تعمل في بيبليسيتي يوري فيك اللي هو قاعد. يا سي سامي انا نستغرب الحقيقة كي تقول لي الدولة اش تعمل، احنا الكل شركاء في هذه الدولة. انا حبيت نسألك كجامعة وكالات الاسفار سي سامي بعد اذنك، يعني انا باش نخاطب، استناني باش نجم تعرف كيف تجاوبني. انا باش نخاطبك كمواطنة قبل ما تكون مسؤول نائب رئيس الجامعة. مش من المفروض وأنه يكون فما اتصالات بيناتكم كجامعة وبين الدولة بين سلطة الإشراف، خاصة في هالظرفية هذه اللي فيها غموض كبير وفيها تعتيم عن المعلومة؟ ننتظر منكم أنكم تتواصلوا مع سلطة الإشراف ولا لا؟ بالنسبة للجامعة التونسية وكالات الأسفار باتصال خصوصا بالقنصلية العامة نتاعنا اللي كونا باش معناها ناخذوا المعلومة ونستقيوا المعلومة. اش قالت لكم؟ اي فحوى الاتصالات اش صار؟ فحوى الاتصالات قايمين بواجبهم قايمين. هذا كلام انشائي يا سي سامي، هذا كلام انشائي. اش صار بالضبط اخر ما ثم؟ اعطيني معلومة. قاعدين يلقاو يتواجدوا يلقاو في الناس اللي هما معناها قداش لقاو؟ يلقاو فيهم فما يجيبوا لهم عندهم طريقه نتاعهم، يلقاو ناس متيشه بالمكان الفلاني يدخل في الباب الفلاني يدخل في المستوصف يدخل في السبيطار يدخل في حاله وفاه يلقاو فهمتي، قاعدين يتبعوا يخدموا في خدمه جباره الحقيقه. لكن الدوله كوزاره الشؤون الدينيه تتكفل كان بالبعثه الرسميه نتاع الدوله، وما تنجمش تقول لك انا فهمني باش نتكفل بالناس هذوما حتى عدد نتاعهم ما تعرفهمش وحتى الطريقه نتاعهم ولا وين ساكنين ما عندهاش حتى علم راه مش حاملوا الناس مسؤوليه غالطه. لكن الدوله تنجم تسالها على حجاجنا الميامين اللي مشاو في البعثه الوطنيه تجاوبك على طول فهمني؟ اكيد. لكن هذوما فما ناس مشات لحدها وهذا اللي استغربناه احنا نحبوا نشكروك شكرا جزيلا سي سامي سعيدان نائب رئيس جامعة وكالات الأسفار على كل ما أفدنا به. متابعين الموضوع بطبيعة الحال اليوم وغدوة حتى تتوضح الرؤية، وهذا شعار برنامج إن شاء الله تتوضح إن شاء الله تمكنوا من التواصل وتوصلنا المعلومة، وهذا حق دستوري للناس الكل لعموم الناس وخاصة اليوم أهالي المتوفين الله يرحمهم وينعمهم في الجنة. نعود نرجع لك نعيمة باش نمشيو للمياه ومعطيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة جات فيها أنه نسبة امتلاء كافة السدود التونسية ما تجاوزتش 31.5% بتاريخ 14 جوان الحالي، ويسجل بهذا احتياط المياه في السدود تراجع بنسبة 12.8%. نحن نعرفه احنا في فصل الصيف الاستهلاك باش يرتفع ونهارين التالي عيد الأضحى وقص الماء على برشا مناطق. حبينا نعرفوا شنو هو اللي يستنى فينا في صيف السنه وكيفاش يلزمنا نتصرفوا. معنا سي حسين الرحيلي اللي هو المختص في التنميه والتصرف في الموارد. صباح النور سي حسين وعيدك مبروك.
منتم خير وتحية ليك وإلى كل زملائك في الإذاعة الوطنية. الله يخليك. قل لي سي حسين، صيف السنة كيفاش بنعديوه؟ والله إذا كان نمشوا للأرقام اللي أصدرها المرصد، المرصد الفلاحة، نحن في مستوى 31%. إذا كان نقيموها بالكمية هي ما تفوتش 720 مليون متر مكعب في سدودنا الكل. الكمية أضعف برشا من العام اللي فات، اللي نحن العام اللي فات كنا نعتبروه. كيفاش يا سي حسين؟ يا سي حسين سامحني بالله، خلينا نتفاعل معاك. أنا شهاب الحجلاوي. إحنا تبعنا الموضوع بالقدا بالقدا، ومعنا سامي العرفاوي. كنا في حدود 27%، بعدين طلعنا ل 37% مع كمية الأمطار اللي صبت والحمد لله، وتوا تراجعت ل 31%. يعني اليوم 31.5% راهو أكثر من عملناه. عملناه 27 كنا، ولا إحنا غلطين في الحساب؟ لا لا لا، العام اللي فات المطار اللي صبت اواخر مايو وفي جوان هي اللي اعطت تنفسنا شوي، لانه كنقارنوا اولا كنقارنوا بين معدل الثلاث سنوات الاخيره، عندنا نقص بحوالي 180 مليون متر مكعب. صحيح. النقص ما بين العام اللي فات والسنة في الفتره هذه معناها 120 مليون. وهنا البرسبسيون تاع المواطن العادي، المطر السنة أكثر من العام اللي فات. صحيح. ولكن علاش المطر هذه ما عبتش السدود؟ تو سامبلومون احنا دخلنا مرحليا في المظاهر القصوية للتحولات المناخية، وخاصة إعادة توزيع خارطة التساقطات. نتصور أنه في مارس أكبر كمية مطر صبت في سوسة والمستير، صبت لنا في بنقردان بعد العيد، بنقردان وتطاوين وقبلي وقفصة وقابس وهذوما الكل وصلت فيهم حتى فيضانات. ولكن المناطق التقليدية اللي فيها السدود كانت نسبة التساقطات ضعيفة برشا، الشيء اللي يخلي أنه الإمدادات كانت ضعيفة. وهذا يعني أنه اليوم يلزم نغير المقاربة نتاع بناء السدود ومواقعها. بالضبط بالضبط. صحيح. نعم صحيح. هذي صحيح. هذي معناها كي تصب المطر في الجنوب معنا ما نعملوا به تو وفقا للي صاير اليوم تبارك الله، يعني كميات كبيره جدا من الامطار، ولكن ما استنفعناش بها. ما نستنفعوش بها، وبالتالي يلزم اعاده خارطه تعبئه موارد مائيه متطابقه مع التحولات المناخيه هذه، وخاصه نحن تو في مراحلها القصوى، وهي تغيرات هيكليه كبيره على مستوى حتى جغرافيه التساقطات، وكذلك حتى على مستوى الكميه. تقعد ما تصبش، لكن تصب بكميات كبيره برشا. سي حسين سامحني على المقاطعه. الأيامات الجاية خلينا نشوفوا الآني قبل المستقبلي، الأيام القادمة ثم حرارة كبيرة، وشفنا يظل الشهر اللي فات ولا اللي قبله فكموجات الحرارة يظل في مارس صار تبخر كميات كبيرة، جات أيام سخونة صار تبخر. الأيامات الجاية احنا جاتنا أيام حارة ويظل أكثر من أسبوع وبدرجات عالية برشا، نخافوا على تبخر كميات كبيرة من الكميات الموجودة 31.5 هذه. اي نعم، وهذا هو اليوم راك علاش طرح سؤال كبير عنده اكثر من 20 عام. السدود التقليديه في ظل التحولات المناخيه وارتفاعات درجات الحراره ما عادتش الطريقه الامثل باش نخزنوا المياه. والعديد من الدول بده يرفع على الطرق، والعام اللي فات احنا في شهر جميلي اسخن نهار في عام 2023 نتذكروا في تونس مخرنا من سدودنا في يوم 1 مليون متر مكعب. مليون هذوما يشربوا 14 ولايه في يوم في يوم عادي. شطر تونس. معناها اكثر من شطر تونس 14 ولايه قرابه 7 مليون ساكن. صحيح. على اليوم احنا الصيف هذايا معناها نتصور انه الوزاره الفلاحه والصناد باش تواصل في نظام القطع الدوري، وهنا القطع الدوري باش يكون اكثر شويه نظرا لانه ارتفاع درجات الحراره احنا بدينا نشوفوها في اليوم. اليوم التوقعات توصل في الجنوب 45. معناها الطلبات كبيره باش نمشوا الى موسم الاستهلاك الاقصى بدايه من جويليا وقوت حتى منتصف سبتمبر، مع الايرادات باش تقل. طبعا احنا مش نمشوا موسم الامطار، بهم نتمنوا انه الامطار تصب وين تصب تنفع، ونتمنوها تصب في المواقع التقليديا اللي نجموا نعملوها ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن في اطار المراجعات سي حسين توافقنيش الراي، وانه ايضا احنا عندنا لانه قاعدين نستنزفوا في مخزون السدود فقط، احنا عندنا العديد من الاليات اللي تمكننا من المحافظه على المخزون، منها تحليه مياه البحر البحر عفوا، الاستعمال المياه المعالجه وما الى ذلك، برشا اليات احنا واقفه عندنا اليوم مش قاعد مفعله. وهذا علاش اليوم قلنا راهو الاني مربوط، وخاصه الماء ما فيش اني لازم تخطط باش بعد 5 سنين تحل المشاكل. لازم تنوع المصادر، يلزم كل قطره تهبط ترسملها من هنا لخمس سنين ما عادش تضيع. يلزم المياه الصرف الصحي اللي عندنا 300 مليون اليوم يدخلوا المحطات ما ويضيعوا
ونتصور انه باقل استثمارات ممكن نجموا نثمنوا المياه هذه، خاصه اني محطه التطهير موجوده براتيكمون في كل المناطق، وبالتالي نجموا نعملوا مناطق تقويه ونخفضوا الضغط على وراو السدود. ما تمثل كان 35% من جمله المياه اللي نستعملوها، راهي المياه الجوفيه خاصه المياه الجوفيه العميقه هي اللي معناها تتحمل الضغط الكبير على مستوى على مستوى التعبئه وعلى مستوى الاستغلال. علاش يلزمنا تنويع المصادر؟ وأنا على الأقل شكرا يا سي حسين، شكرا، ما نحبش نقاطعك ولكن انتهى التوقيت. حسين رحيلي المختص في التنمية وتصرف الموارد، شكرا جزيلا على كل ما أفتنا به. صلوح البكيري بعد قليل في تأمين موجز.